إنجاز تاريخي غير مسبوق. البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي يكتب التاريخ بأحرف من نور ويحرز ذهبية بطولة العالم للسباحة في سباق 1500 متر في إنجاز تاريخي لتونس. الحفناوي حطم الرقم القياسي لسباق 1500 متر في بطولات العالم للسباحة، وحقق الحفناوي توقيتا قدره 14 دقيقة و43 ثانية و54 جزء من الثانية، وجاء في المركز الثاني الأمريكي فينك والثالث الأسترالي شورت. كل التوفيق للأخ أحمد أيوب الحفناوي، حطمت كل الأرقام والقادم أروع بإذن الله.